اجتماع نقابة المتقاعدين بلدية سبها برئاسة سيد محمد المخريس عون رئيس مجلس إدارة نقابة المتقاعدين فرح سبها، والدفاع عن حقوقه والعمل على تحقيق متطلباته، ومناقشة مداخلات السادة الحضور وتعديل النقابة، كما تم تناول موضوع التأمين الصحي. عندنا نقطتان: شروط الانتساب، من منا لا يعرف شروط الانتساب للنقابة؟ أول شرط فيها لابد يكون متقاعد. التأمين الصحي أراه في قرار من 2010 إنشاء، ولكن ما تم تفعيله لأن ما أعطوه مخصصات. يحتاج إلى شيء كبير. الآن قرروا على أساس إلغاء البطاقات ويستكفى بالرابط اللي عندهم. أنا طوال الوقت خشيت وقبلوني في الموضوع. طوال نمشي الأطراف بس يعالجوني. طلعنا أنا نبي ليش ما نكافح وسبها يكون الخط واحد. الاسم محمد أبو خريص عون، رئيس فرع النقابة العامة للمتقاعدين فرع سبها ومنسق فرع جنوب. نجتمع اليوم في هذا المكان المبارك اللي هو المجلس المحلي للمهدية لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق بأوضاع المتقاعدين، وفي مقدمتهم القرار 206 الصادر عن رئيس الحكومة الوطنية بزيادة المرتبات المتقاعدين، وكذلك تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين بعد إن شاء الله فتح مراكز للصحية للمتقاعدين على مستوى ليبيا الحبيبة.